بقتش تهتم بيا وتقعد تقول لي هايدي هتغني ايه كل مره انا لازم اقول لك. سمعت اه منك هوا لمين؟ سمعتها لكل اللي كان مهتم يسمع. سمعتها لمين؟ لكله. مين المهتم يسمع؟ مين اكتر ناس سمعتها؟ امي. علي ومين؟ علي ومين؟ ماشي بس المين التاني ده بقى جه حفظني عرب قال لي الاحساس ده مش حلو خليه احسن. زمان كانت تيجي تقول لي تعالى سمعني يا زمان ايه؟ تعالى سمعني يا عباس. طب دي حلوه يا عباس، طب دي كويسه يا عباس، طب اقول في دي يا عباس. خلاص بقى راحت عليا. مش راحت عليك يا عباس، بس انت بجد يعني انا كده بحس ان في معرفش ليه مساحه قد ايه بصراحه. صح ولا مش صح؟ لا انت مش حاسس بكده؟ لا خالص والله. بس زي ما قلت لك على فكره انا مش محصور، يعني انا مش حاصر نفسي مع شخص. بس مش هقول لك انت حاصه نفسك، بس يعني هنقول برضو شبه. لا انا فانا قلت عادي يعني، وعلى فكره مش حاجه وحشه، بس انا بتكلم ما تجيش تلوميني انت. لا بس انا بحب رايك بجد. طب يعني والله وانت اصل المشكله في حاجه، وبعدين في حاجه ان انا كل ما بقتش باخد رايك في حاجه بقيت بيجي انتقادات وبيجي عندك حاجه غلط. طب انا عايز اقول لك على حاجه. انا واحد من الناس حياتي هنا في الاكاديمي شويه بقى مثلا بسمع الاغنيه، شويه بقى قاعد مع حد بيسمعني حاجه او الكلام ده، ممكن ما ركزش إيه. ما اعرفش انت ساعتها لسه بتسمعي ولا لا. انت قولي لي من اخر مره كنت غنيت قدامك كانت اغنيه مين؟ سنين يا سنين اللي راح يا سنين سمعتها ما اعرفش، بس يعني 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 سمعتها لك و يعني بس ما تنسيش ان انت يوم ما سمعتني مدام كارلا دخلت علينا، كانت اول مره اسمعها منك، ما لحقتش اقول لك اي حاجه فيها ساعه ما كنت بتفتح فظيعه مدام كارلا جت، فاكره؟ بجد؟ اه والله انا يعني كنت بغنيها قدامك لما قلت لها ما انت طلعتي وجيتي بعد كده. اه يعني غير مثلا ما كنت بغني مثلا انا كل ملكة، غير مثلا ما كنت بغني متغربين، كنت فاهم بحس. أيوة. ان ايوه تعالي قولي لي السبب. انا ما بعرفش ساعتها انت بتغني، يعني انت مثلا ممكن ابقى قاعد في اوضه وانت عماله بتسمعيها تاني في اوضه او مثلا بتحفظيها، وانا ساعتها ما اعرفش. تعالي قولي لي. طب ما رافائيل بينادي لي يقول لي اسمع دي، دينا نادت لي، سهيله نادت لي. بعد كده يا ست عندي. لما تاخدوا اغنيه نطلع اولا نطلع نسمع دي، وبعد كده لما تاخدوا اغنيه هسالك قبليها، يعني هسالك ونقعد نسمع انا وانت، ما تزعلي نفسك يا ستي. لا يا عم ازعل ليه انت بس ايه، ما تفكريش ان في مساحه والكلام الفاضي ده، عشان هو ما فيش الكلام ده خالص. طيب انت عارفه انت ايه؟ ما هو انا عشان عارفه انا ايه يعني فاهم، حبيت اقول لك الكلمه دي بس زي ما قلت لك انا يمكن انت اخويا وعارف كويس قوي من اول يوم انا بقول لك ايه. انا بس يمكن لقيتك يعني مش محصوره، بس اللي هو مندمجه مع حد معين او الكلام ده او مع اشخاص معينه، فيعني اللي هو في معنى يعني ايه ما بخافش عليك، اللي هو يعني لما بيكون في حاجه عارف ان خلاص، يعني مثلا مروان عارف ان هو بيفهم كويس مثلا، فعارف بياخد باله. بس برضه يعني دايما ببقى عايزه اسمع رايك، بس لما قلت لك يعني اخر مره حسيت ان انت يعني يعني مش زي كل مره فاهم، متدقق لي على التفاصيل وبتاع يعني كده سمعتها مره واحده فاهم، لكن طيب. اخر مره انت قلت لي خلاص كويسه ومش عارف ايه وخلاص، وبعدين انا اخر مره استعنت يعني بمروان بشكل كبير ورافائيل عشان الاكسنت اللبناني كمان. لا وانا برضو انا كنت عايش في لبنان فتره طويله، كنت استعيني بيه. شفتي بقى عرفتي ان ممكن ما يكونش ليها لازمه في اوقات معينه. الله. لا يا حبيبي اللي بيغني في اغنيه خليجيه هتنده لي تقولي لي اسمعها ولا هتنده لعلي؟ لا طبعا هنده، بس يعني برضو لازم حسك يبقى معايا كده، ما اقدرش امشي الا بالبركه بتاعتك في الاجنبي.